عايزه اقف على الخط الاسود ده، الرياض يمشي كده من نفسه، مش عايز يمشي على الحته اللي عايزه اوقفه فيها، فبيقيدني. مش عارفه ليه؟ مش عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت عامله سناب. ما مش عارفه ليه. طب فيو؟ ايوه. في هنا في الفيو حاجه اسمها سناب، انت فعلاه اهو. سناب تو، في بقى جايد، وفي جريد، وفي لاير. انت عايزه ايه بقى؟ عايزه تعملي ايه؟ عايزه جريد تشيليه مثلا. سبحان الله. صح. يمشي؟ بس انا كده لما جربت الكارت تمام. بس هي المشكله ان انت الطبيعه كده مظبوطه. انا اول مره اعمل سلاسل، فانا برضه يعني ايه اول مره انت ركبتيهم صح ولا غلط؟ ايوه انت اللي مركباهم. طبعا عامله بص، دي اظبط حاجه وصلتنا ساعتها. المفروض انا اركبه على الكروس، مفيش حاجه اسمها اظبط حاجه. انا ساعتها ما بسبب المشكله بقى اللي قلتها لحضرتك في الاول، مش بقى عارفاها. انا كنت شايفه بتاعت السناب يعني. بس هي طيب. بس انا كنت بعدين عشان مش المفروض يبقى في فروقات كده. دي هتبقى مثلا كده. انا كده مش لما نرسم بقى اصلا لو في اي حاجه مشاكل ايه ممكن يبقى معاك. ماشي؟ بس ما انا زي ما قلت لك انا هرسم ايه؟ انا رسمت المساحات دي كده الملف الفني. انا رسمت المساحات كده. المساحات دي من جواها انا اقدر اشيل الاستروك اللي انا عامله ده دلوقتي واحط فيه فيلم كلر، صح كده؟ لا عادي. انت ليه الكنترول البانل مش ده بيشتغل عندك؟ مش عارفه نفسي افهم. ما هو انت عارفه مش احنا شارحين 100 مره قلنا ان اي حاجه مكتوبه نزلها من ويندو. بس انا دخلت ويندو ايه؟ وجبتها ماشي؟ اهي ادي الكنترول بانل بتاعتك. هل دلوقتي ممكن نجيب كلهم كده امسكهم ونحاول كده؟ انا كده لقيت الاوت لاين بتاعتي، ومن هنا اروح دايس على دي مثلا وابتدي احط لها دول. دوسي هنا كده. بس احنا كده المفروض ان انت ملونه زي كده صح؟ اه انا بقى هتمسكي بقى كل واحده فيهم وتشتغل عليها تعرف تقول. انا عندي دلوقتي يعني انا مثلا مش عارف دي لوحدها دلوقتي انا ماسكها اهي صح؟ دوسي عليها كده تحاول. لا ده ستروك. طيب. بس المفروض ان انت تكوني تمسكي كل واحده منهم لوحدها، كل واحده لوحدها. اه نشيلهم ماسكين كلهم. انا عندي بقى اللي هي خلي بالك هو كمان دخل مصر ولا ما لونش بقى؟ هو لون بره ستروك دلوقتي. انا عندي ده لون مثلا رايح من لازم كده. عندي من ازرق الابيض او من انت المفروض تمشي كده حسب بقى الرسمه اللي عندك. انا رسمه كده عامله خط كده. لا ازاي؟ انا ازاي؟ ايوه الخط ده لا يعني دي عامله مساحه ودي مساحه هتطلع حاجه مش موجوده اصلا في التصميم. لا لا شيل بمسكهم إيه حته واحده ساعه واحده انت تعملي دوت يعني من ازرق هنا مثلا هنا لحد هنا ويقف يعني هيقف عند ابيض صح؟ بينك الابيض وبعدين من ازرق الناحيه الثانيه ده في المسطره اللي هي عندي. بس وانت بتسحبي ما تخليش السهم بتاعك يخش عند التاني يعني هما الاثنين يقفوا عند نفس النقطه. خليها بلوك واحد يقفوا عند نفس النقطه. اه وخليها بلوك واحد بس وخلصي دوت وبعدين انت لسه النقط دي عايزه تعمليها. انا عامل بقى ازاي بقى على برضه واحده جديده في ليه تانية ممكن تمسكي البلو برش مش البرش يعني. البلو برش دي هترسم لك على فكره انها مساحه مش ترسم لك استروك مش هتعمل لاين يعني كده صغيرين معاهم حطي نقط كده مش فارق بينها وبين البرش العادي. انا بقول لك دي بتعمل لك كده يعني بتعمل لك فيل كلر على طول
لكن التانية بتعمل لك باص مسار، والمسار ده يبقى ليه اوت لاين ويستروك يعني، تمام؟ بس لكن دي هترسم لك هتعملي كده، لا يعني كده يعني كل واحده فلير كده، وخلي بدل الاوت لاين عشان احنا هنسيبه خلاص وده كل مره تعملي بتعملي بيها جديد. كل ما تيجي تعملي الاوت لاين ده احنا قلنا خلاص هنكمله معماري، اخليه بقى طبيعي. يعني الاوت لاين ده انت تستعيني بيه دلوقتي عشان تمسكي عنصر عنصر وتضيف عليه تدريجات، هتمسكي مساحه مساحه، مش انت رسمه المساحه دي عشان تلوني جواها البلوكات. ايوه انت مش انت رسمه الاوت لاين ده بتاع البلوكات، هتمسكي كل بلوك منهم وتبتدي تديله التدريج بتاعه. هو ما فيش دلوقتي اوت لاين، احنا شلناه، هنخلي بقى القماش عشان الاوت لاين هيبقى هو في التدريج، هيبقى فيه التدريج، الحاجات دي هتبقى فيها التدريج. يا دكتور الحاجه دي هو انا تصميمي زيها، بس انا الاوت لاين عامله لون جليتي ولا لا فيش كده، اللون الاوت لاين ده عامله لونين، مش هيبقى ينفع لون قماشه عادي. انت بصوا يا جماعه، هو ايه المشكله دلوقتي ان هو مفتوح. هتيجي مثلا، بصي هتيجي ايه في حته مثلا رفيعه، في حته رفيعه جدا وتقطعي، يعني ايه؟ وبعدين هو انت بتقولي هو لونين، هو انا عامل الاوت لاين دوت بلون والاوت لاين ده بلون في حته ثانيه، ده ما فيهوش مشكله. انا قلت لك قبل كده، هو هنا المشكله ان ده مفتوح على بعضه، هو بنفس اللون المفتوح على بعضه ده، انا اعمل ايه؟ ادور على حته تكون ضعيفه كده. انا بس يعني عايز اشوف كده ايه، لو انا حددت مثلا ان المنطقه دي ضعيفه، المنطقه دي مثلا ضعيفه، فانا هقطع هنا يعني رفيعه، يعني رفيعه اللون فيها رفيع مش هتاثر قوي، هو لما يجي التاني من الناحيه اللي يربط عليه مش هيعمل مشكله. طب انا ارسم الاوت لاين بتاع ده كده وادخله معايا بقى في الوحده، انا ارسم يعني ارسم اقفلها بس، اقفليها بس اقفليها، وهي لما تكمل اسيب مساحه لما تكمل من الناحيه الثانيه ده يركب عليه، بس مساحه للكحل ولا امشي زي ما هو مرسوم بقى، يعني ايه تسيب مساحه للكحل؟ يعني انت بتشوفي ايه المرسوم؟ يعني امشي على الكحل ده اللي انا عامله ده ولا اسيب مساحه؟ لا انت هتاخدي بقى كمان الكحل معاكي ده، ايوه يعني اسيب سمك صغير للكحل، نفس السمك بتاعه ولا كبير؟ نفس السمك بتاعه، ايوه نفس السمك اللي قدامك على انا ما بمشيش على البلوكايه نفسها. لا خلاص البلوكايه انت عملتيها عشان تلوني جواها، اسيب مسافه كده عشان يبقى فيه كحل بالظبط، اكيد انت بترسمي بقى ده كده بس، وشفلي انت الاوت لاين ده كده هيديكي، ما يبقاش مفتوح، هيديكي ده فيلم، اه هينزلك ده فيلم بس ما يبقاش مفتوح كده، ايوه.